السلام عليكم واهلا بكم في فيديو جديد وفي معلومه جديده. بنكمل مع بعض شرح منهج كونكت فور منهج سنه رابعه ابتدائي الترم الاول 2025 من كتاب المعاصر، وبنحل تدريبات الكتاب بالكامل. كل ده هتلاقوه في صندوق الوصف اسفل الفيديو، فما تنسوش تعملوا اشتراك للقناه ولايك وشير عشان يوصل لكم كل جديد. ونبدا مع بعض. يونت 4 الوحده الرابعه لسون 2 الدرس الثاني. وير از ات؟ اين تكون؟ language focus وقاعدة من القواعد السهلة. page 139 صفحة 139. vocabulary الكلمات. key vocabulary الكلمات المفتاحية. هنا جاب لي مجموعة من places الأماكن places. school school مدرسة. hospital hospital مستشفى. post office post office مكتب بريد post office. shopping mall مركز تسوق shopping mall. سوبر ماركت سوبر ماركت. اوفيس مكتب عمل اوفيس. اكسترا فوكابلري كلمات اضافيه. كاوتش يعني اريكه او كنبه. ماب خريطه. ميوزيوم متحف ميوزيوم. سيك مريض. جدول مهم بيساعدني في كتابه الباراجراف. هنا توبيك الموضوع زينز فيليج قريه زين. جايدنج ووردز الكلمات الارشاديه. ليف يعيش وفيليج قريه. زين ليفز ان ا فيليج يعيش زين في قرية. next to the Nile بجوار نهر النيل. house يعني منزل وfamily عائلة. زين lives in a house يعيش زين في منزل with his family مع عائلته. trees أشجار وbehind خلف. there are tall trees يوجد أشجار طويلة أشجار طويلة. behind خلف زين's house خلف إيه؟ منزل زين. page 140 صفحة 140. choose the correct answer from A, B, C, O, D. اختار الإجابة الصحيحة من الأربع اختيارات. I buy chips from the. بشتري الشيبسي منين؟ من السوبر ماركت. أكيد مش البوست أوفيس مكتب بريد ولا هوسبيتال مستشفى ولا أوفيس مكتب ولا أوفيس مكتب من السوبر ماركت. I learn math. بتعلم الحساب. بتعلم الحساب at school في المدرسة. I am in not because I am sick. لأني مريض. يبقى أنا فين؟ هوسبيتال في المستشفى. They went to the نقط to buy new clothes. ذهبوا لفين عشان يشتروا ملابس. shopping mall اللي هو مول التسوق أو مركز التسوق. We have a comfortable نقط to sit on in the living room. عندنا نقط مريحة عشان نقعد عليها في حجرة المعيشة. يبقى we have a comfortable couch عندنا كنبة مريحة بنقعد عليها في حجرة المعيشة. reading قراءة. listen read and learn. استمع اقرأ وتعلم. My name is زين. اسمي زين. I live in a village. بعيش في قرية. Next to the Nile. بجوار نهر النيل. I live in a house. بعيش في منزل. With my family. مع عائلتي. Our house. منزلنا. Is not the biggest. هو مش الأكبر حجما. In the village. في القرية. It is between a yellow house. هو بين منزل لونه أصفر. And a brown house. ومنزل لونه بني. There are tall trees. في أشجار طويلة. Behind the house. خلف المنزل. زين ليفز ان انوات ان فيليج يعيش زين في قريه. نيكست تو ذا نايل. زين ليفز ويز هيز يعيش زين مع مين؟ ويز هيز فاميلي مع عائلته مع عائلته. بيج 141 صفحه 141. ريد اند ايدنتيفاي اقرا وتعرف. ذا سوبر ماركت كل مكان وتعريفه بيجي لي في الامتحان اختياري فاحفظ. السوبر ماركت is a place هو مكان. where we buy food حيث بنشتري الطعام. the post office مكتب البريد مكتوب هنا البريد المصري. is a place هو مكان. where we send letters حيث نرسل الخطابات. the school المدرسة المدرسة. is a place مكان. where I learn حيث أتعلم. the shopping mall مركز التسوق. is a place مكان. where I buy clothes حيث بشتري الملابس. and shoes والأحذية والأحذية. the office المكتب is a place هو مكان. where my mom and dad work حيث أمي وأبي بيشتغلوا. is a place where my mom and dad work. the hospital المستشفى is a place مكان. where we go when we are sick مكان بنذهب إليه عندما نكون مرضى. يبقى هنا where عايد على المكان بمعنى حيث. ده ضمير وصل بمعنى حيث مكان بنروحه. We go when عندما we are sick عندما نكون مرضى. page 142 صفحة 242. language focus هنتكلم دلوقتي عن حروف الجر الخاصة بالمكان.
prepositions of place حروف الجر الخاصة بالمكان. We use prepositions of place بنستخدم حروف الجر الخاصة بالمكان to say where something is عشان نقول الشيء ده موجود فين. هنا behind خلف زكاة القطة is behind the box خلف الصندوق. In front of أمام زكاة القطة is in front of the box أمام الصندوق. On على زكاة is on the box القطة على الصندوق. In في أول زكاة القطة is in the box فين؟ في الصندوق. Between يعني بين أول زكاة القطة is between two boxes بين الصندوقين. Next to بجانب زكاة is next to the box above أعلى زكاة is above. الفرق ما بين على وأعلى هنا أعلى هي مش لمسة الصندوق أعلى. Under تحت زكاة is under the box يبقى نحفظ حروف الجر. To ask about places عشان نسأل عن الأماكن بقول where is ثم المكان. Where is your house فين منزلك. My house is between two tall trees منزلي بين الايه شجرتين طويلتين. My house is between two tall trees يبقى where أين للمكان. Page 143 صفحة 143. Read and write the correct form اقرأ واكتب الصيغة الصحيحة of the words للكلمات between brackets بين الأقواس. How is my book on the table هنا على الترابيزة يبقى اسأل عن المكان يبقى where أين ما ينفعش how طبعا بمعنى كيف يبقى where is my book أين كتابي على الترابيزة. I like sitting أنا بحب أقعد أعلى الكنبة لا on on يعني عليها. The cat is on front of اسمها in front of القطة in front of أمام the tree الشجرة. The school is next. Next بيجي مع حرف الجر to مش of. The school المدرسة is next to يعني بجانب the post office مكتب البريد. The children are sitting. الأطفال بيقعدوا above أعلى الشجرة ولا تحت الشجرة تبقى under يعني تحت. Under the tree تحت الشجرة in the shade في الظل. There is a chair في كرسي وقال لي in to لا هي next to بجانب next to the table يبقى نحفظ ان next بيجي معاها to in front of وهكذا. My car سيارتي is the bike and مادام في and يبقى between and هي بين the bike and the bus بين الدراجة والأوتوبيس يبقى between بين. Where are the shopping mall مركز التسوق ده اسم مفرد يبقى is are للجمع is للمفرد. There is a bank يوجد بنك in next of لا in front of بمعنى أمام my house. There is a new shop في محل جديد under the hotel تحت الفندق. It's on the second floor هو في الدور الثاني يبقى أقول في محل في الفندق in the hotel هو جوه الفندق في الدور الثاني ما ينفعش أقول تحت هو في الفندق. The hospital المستشفى is behind the bank and مادام في and تبقى between بين البنك والمتحف between يعني بين. The book is in the table الكتاب هقول on the table على الترابيزة مش في الترابيزة على. The kitchen is next بيجي معاه تو المطبخ next to the living room بجانب حجرة المعيشة. The shopping mall is in front of مركز التسوق أمام the bank البنك. The roots grow behind the soil هنا الجذور بتنمو هقول تحت التربة يبقى under the soil مش خلف التربة under the soil تحت التربة. choose اختار. the kids الأطفال are playing نقط the park بيلعبوا فين يبقى in the park في الحديقة. the tent is نقط تو اللي بيجي معه تو next to الخيمة بجانب العربية. the trees الأشجار are نقط تو the apartments هتبقى next to برضو بجانب الشقق يبقى next to next to. the shopping mall is not the supermarket and يعني و يبقى مركز التسوق between بين السوبر ماركت والبنك. the shoot grows تنمو النبتة نقط the soil ها تنمو أعلى التربة يبقى above مش هقول between بين ولا in front of أمام ولا next بس كمان ما تنفعش يبقى above أعلى التربة. Page 144 صفحة 144 General Exercises تدريبات عامة on listen to على الدرس التاني. السؤال الأول listen and circle استمع وضع دائرة. The correct answer حاول الإجابة الصحيحة.
from A, B, C or D من الأربع اختيارات نسمع ونختار. Hani lives in a small village. His school is next to the post office. Behind the post office there is a park. Hani plays football in the park with his friends. يبقى نص الاستماع. هاني بيعيش في قرية صغيرة. مدرسته بجانب مكتب البريد. خلف المكتب البريد في حديقة. هو بيلعب كرة قدم في الحديقة مع أصدقائه. السؤال الثاني هو أكمل القطعة. Read, اقرأ and complete the text. وأكمل النص with the words in the box بالكلمات. Clothes, ملابس, swimming, سباحة, shopping, mall, مركز تسوق. Learn, يتعلم بالكبير. My name is Hala. اسمي هالة. I live in Cairo. أنا بعيش في القاهرة. There is a نقط in my street. يوجد إيه؟ A shopping mall. مركز تسوق في الشارع بتاعي. I buy نقط and shoes from that shopping mall. يبقى أنا بشتري clothes الملابس والأحذية من مركز التسوق. The shopping mall is very big. كبير جدا. It's next to بجانب my school. مدرستي where I learn حيث أتعلم. choose اختار. the نقط is a place where we buy food مكان بنشتري منه الطعام يبقى سوبر ماركت. my parents والدي نقط in an office يبقى work بيشتغلوا في مكتب. we send letters بنرسل خطابات in the نقط in the post office في مكتب البريد. he was sick هو مريض. So he went to راح لفين يا ترى؟ to hospital للمستشفى. السؤال الرابع قطع عليه أسئلة. نقرأ القطع ونترجمها ونحل الأسئلة. read the text اقرأ النص and answer the questions وأجب على الأسئلة. I am Fadi اسمي فادي. I am very happy أنا سعيد جدا. because today لأن اليوم. I will visit my uncle هزور عمي. my uncle lives in a village عمي بيعيش في قرية. next to the Nile بجانب النيل. he lives in a house بيعيش في منزل. with his family مع عائلته. The house المنزل is between بين a green house المنزل الأخضر and a yellow house والمنزل الأصفر. The village القرية isn't big مش كبيرة الحجم but there are a lot of different places بس في الكثير من الأماكن المختلفة. In it فيها a school مدرسة a hospital المستشفى a post office مكتب بريد and a supermarket. The children الأطفال in the village في القرية can learn بتقدر تتعلم in the school في المدرسة. When people get sick عندما يمرض الناس they can go to the hospital ممكن يروحوا للمستشفى. People in the village الناس في القرية buy their food بيشتروا طعامهم from the supermarket من السوبر ماركت. My cousins ولاد عمي love their village بيحبوا قريتهم because it's very quiet لأنها هادئة جدا. هيسألني في معنى كلمة quiet أو عكسها. And there aren't a lot of cars there ولا يوجد الكثير من السيارات هناك. Page 145 صفحة 145 choose اختار. the underline word quiet is the opposite of عكس quiet. quiet هادئ عكسها ايه noisy ضوضاء. هنا قال لي عايز عكسها opposite. this text is about النص ده عن فادي's village قرية فادي. answer اجب. why do فادي's cousins love their village ليه اولاد عم فادي بيحبوا قريتهم. هقول because It's very quiet لأنها هادئة جدا. And there aren't ولا يوجد a lot of cars الكثير من السيارات. A lot of cars there هناك. Summarize لخص the first paragraph الفقرة الأولى in one sentence في جملة واحدة. هقول فادي will visit سوف يزور his uncle عمه who lives اللي بيعيش in a village في قرية. السؤال الخامس صحح. read يعني اقرأ and write the correct form واكتب الصيغة الصحيحة of the words للكلمات between brackets بين الأقواس. how is your school it's next to my house هنا بجانب منزلي يبقى وير أين أين مدرستك وير للمكان. the car السيارة is in next of لا in front of نحفظ حروف الجر أمام the bus الأتوبيس.
ذا كات يعني القطة is under two trees، لا between، هي بين شجرتين مش تحت شجرتين، بين. My father sits، أبي يجلس. Between the chairs، لا on the chairs، on the chair على الكرسي، بيجلس على كرسي. The dog is in the bed and the table، هنا ما دام في and يبقى between، الكلب بين السرير والترابيزة. I put my books، أنا حطيت أو أنا بحط كتبي، تبقى in the school bag، في شنطة المدرسة مش على شنطة المدرسة. Where are the boy، where is the boy، أين الولد. The supermarket، supermarket is next on، لا next to، بجوار the school، المدرسة. السؤال الثالث، بنكتويت علامة الترقيم، Where do you live، أين تعيش، هنا ال W capital، ده سؤال، يبقى في نهاية السؤال question mark، علامة استفهام. عرفنا ازاي ان هو سؤال بادئ بأداة استفهام. السؤال السابع، اكتب باراجراف من 18 كلمة عن your village، قريتك. your هحولها لماي، يبقى my village قريتي. العنوان في نص السطر بين علامات تنصيص، هقول I live، أنا بعيش in a small village، في قرية صغيرة، قرية صغيرة. next to the Nile، بجوار النيل. هنا جيب لي أشجار وهادئ. there are، يوجد a lot of trees، الكثير من الأشجار. in it، في القرية. It's very quiet، هي هادئة جدا. and beautiful، وجميلة. يبقى هي quiet، هادئة وجميلة. there aren't، لا يوجد a lot of cars، الكثير من cars، السيارات. there هناك. You can enjoy your time، ممكن تتمتع بوقتك. in it، فيها، دي الفكرة. العنوان في نص سطر بالعلامات التنصيص، بسيب مسافة في أول سطر، الحرف الأول كابيتال، في نهاية كل جملة فول ستوب، وتاني سطر ببدأ من الأول عادي. كده يبقى خلصنا الدرس التاني من يونت 4. ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة ولايك وشير عشان يوصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.